فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك من يدعو إلى الله بغير علم ولا يعرف عنه أنه طلب العلم، ومع ذلك يحتج في حديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الرد على هؤلاء؟ الله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من يستطيع القيام بهذه المراحل إلا العالم، أما الجاهل ما يستطيع أن يدعو بالحكمة ولا يستطيع أن يدعو بالموعظة ولا يستطيع أن يجادل إذا اعترض عليه الكفار بالشبهات. لابد من أن يكون الداعي على علم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله إلا بعد ما يتعلم، يكون عنده استطاعة في وضع الأشياء في مواضعها وهي الحكمة، مخاطبة الناس بما يليق بهم هذا من الحكمة، الموعظة للذي لا يقبل الدعوة يوعظ ويخوف بالوعيد الثابت بالقرآن والسنة لمن أعرض عن قبول الحق، الجدال بالتي هي أحسن وهذا أشد. ما يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن إلا العالم، أما الجاهل فينقطع وربما ينتصرون عليه فيكون سبة على الدعوة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نعم البلاغ واجب، لكن لمن يحسن البلاغ، لمن يحسن. فنحن نفسر قول بلغوا عني ولو آية بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نجمع بين النصوص ولا نأخذ نصا ونترك النص الآخر، فنبلغ بالطريقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ونبلغ بالطريقة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته في الدعوة إلى الله عز وجل. والبلاغ كما ذكر العلماء على نوعين، بلاغ نصوص وبلاغ معاني. بلاغ النصوص لا مانع من حفظ شيئا من النصوص، من حفظ سورا من القرآن أو آيات من القرآن يحفظها للناس ويقرأها عليهم ويسمعهم إياها، هذا بلاغ النصوص. أما بلاغ المعاني وهو شرح النصوص فهذه لابد من العالم، ما يبلغها إلا العالم الذي يفقه النصوص وما يراد بها من الأوامر والنواهي والأدلة يحصل فيها اشتباه ويحصل فيها، لابد من عالم يفصل فيها ويعرف المراد بها. أما بس إنه يحفظ نصوص ويقول أنا عالم ويبلغها وهو ما يدري وش الناسخ من المنسوخ ولا يدري وش العام من الخاص ولا المطلق والمقيد، ما يعرف هذه الأمور، فهذا يضر أكثر مما ينفع. نعم.